شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه حفل زواج سمو الشيخ خليفة بن خالد بن محمد سلمان الخليفة، وذلك مساء أمس بمجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الخليفة رحمه الله. كما حضر الحفل الأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المدعوين. وقدم جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد التهاني والتبريك إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان الخليفة وإلى نجله سمو الشيخ خليفة بن خالد بن محمد بن سلمان الخليفة بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنيا جلالته للشيخ خليفة حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان الخليفة عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة على تهاني جلالة الملك وسمو ولي العهد ومشاعرهما الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور صحته والسعادة.